حلقتنا الإخبارية، ونروح بقى بالإطلالة الصباحية كل يوم بنحاول كده نشوف مكان نطل عليه من خلال كاميرا أو من خلال شاشة أون لايف. والنهاردة هنشوف مع حضراتكم بكاميرا صباح أون طريق الأوتوستراد على الهواء. دلوقتي احنا شايفينه إطلالة علوية لطريق الأوتوستراد اللي هو طبعا بيعتبر من أهم الطرق المحورية والحيوية كمان في مصر. الأوتوستراد طبعا من زي ما بيقولوا كده من أكبر الشوارع، وشارع يعني بيمر بأحياء كتيرة جدا. زي ما احنا شايفين لو اتكلمنا كده على الحالة المرورية، احنا لسه الوقت بدري شوية، الدنيا الحمد لله كده ماشية مفيش مشاكل. الطريق ده بيسموه الأوتوستراد أو النصر، يعني دايما احنا عارفينه بأنه الأوتوستراد لكن هو أصلا اسمه طريق النصر. الطريق ده طبعا مفيش مصري ما عداش عليه، كلنا بنعدي عليه لأنه واصل ما بين أحياء كتيرة جدا في القاهرة. أهم المعالم في الطريق ده، نفكر حضراتكم كده، مش عارف الكاميرا جايباها ولا احنا بعيد شوية، المنصة طبعا، المنصة بعيد طبعا عنها شوية. المنصة دي هي الأختيل، فيها الرئيس الراحل محمد أنور السادات تحديدا في الاحتفالات العسكرية اللي أقيمت فيها عام 81. من أشهر المعالم في طريق النصر المركز الدولي للمؤتمرات، استاد القاهرة. والطريق طبعا زي ما احنا قلنا بيمتد ويصل أحياء كتيرة من القاهرة. ياه، نروح بقى للجمال كله والسحر كله والبحر المتوسط، وشوفوا جمال البحر في العجمي. العجمي بقى يا جماعة دي يعني كان ليها تاريخ وليها شنة ورنة زمان زي ما بيقولوا كده، وما زالت كمان. احنا دلوقتي إطلالة من حي العجمي على البحر المتوسط، منظر المية أكتر من رائع، حاجة كده بديعة تفتح النفس على الصبح. أنا مش عايز أتكلم كتير، أنا عايز حضراتكم كده تستمتعوا بالصورة الحلوة والمشهد اللي احنا شايفينه، مشهد جميل. نشوف المشهد وهقول لكم شوية معلومات ممكن تسمعوها لأول مرة عن العجمي على فكرة، بس تعالوا شوية كده ما نقطعش جمال الصورة ونشوف جمال العجمي، وهرجع أقول لكم معلومات عن العجمي. عايز اقول لحضراتكم ان العجمي كان كده بيسموه مصيف النخبة او كريمة المجتمع زمان، ويعني تم انشاؤه عام 1950 في شاطئ بنسمع عنه دايما، شاطئ البطاش. طب ايه بقى سر كلمة البطاش دي؟ ايه معنى كلمة البطاش؟ البطاش بتعود للكلمة القبطية بيتاش، بيتاش يعني باللغة القبطية الحدود. كمان في شاطئ بيانكي، بيانكي ايه بقى اسم بيانكي؟ وانا دي معلومات على فكره اول مره اسمعها، مش عارف يمكن اكيد يعني كتير من حضراتكم اول مره يسمعها. بيانكي نسبه لرجل سويسري اسمه اشيل بيانكي، وهو مؤسس شركه بيانكي لمواد البناء. يعني بطاش كلمه قبطيه بمعنى الحدود، بيانكي نسبه لرجل الاعمال السويسري اشيل بيانكي اللي عاش في اسكندريه واسس شركه اسمها شركة بيانكي لمواد البناء. معلومات ظريفة أول مرة نسمع عنها. بالمرة كده بقى مادام اتكلمنا عن شاطئ بطاش وبيانكي، نروح الهانوفيل. الهانوفيل اسم يرجع لسيدة لبنانية، كلمة هانوفيل دي سيدة لبنانية اسمها مدام هانو، وهي أسست فندق في العجمي اتسمى الأوتيل ده أو الفندق ده بهانو، والمنطقة بقى اسمها هانوفيل. الهانوفيل والبطاش والبيانكي من أجمل طبعا الشواطئ في العجمي، وكان زي ما احنا قلنا لحضراتكم مصيف النخبة زمان في مصر، وما زالت النهاردة برضو العجمي بتستقطب كده ناس كتير جدا لسه بحافظين من زمان هما يروحوا يزوروا العجمي والمعمورة، بالرغم انه في أماكن جديدة في الساحل وغيره الساحل الشمالي بدأت ناس كتير قوي يروحوا. ده كانت إطلالتنا الصباحية من صلاح سالم ومن شاطئ العجمي في اسكندرية الجميلة. نروح مع حضراتكم كده